اليهود قتلوا السيد المسيح. يعني نعم. هذا لا ننتقم، لكن هذا الواقع. نحن تنظرون إليهم كأعداء بمعزل عن حركة الصهيونية أو من خلفها، مع أنه نحن في المسيحية لا نعادي أحدا، لكن هم قتلوا يا سيد المسيح. قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجيمة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها، ولكن لم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. هذا السيد المسيح قال. نعم. ما يعني ما قيل عن لسان المسيح، يسوع المسيح بذاته قال هذا الكلام. مشان هيك نحن المسيحيين عندنا موقف من اليهود. ونحن عندما قرر الفاتيكان قبل 45 سنة أن يغفر لليهود عن تصرفاتهم بقتل الأنبياء ورجم المرسلين وصلب السيد المسيح، نحن لم نتفق مع الفاتيكان في هذا الرأي. ودائما كنا نقول وما نزال نقول هذا رأي الكنيسة الكاثوليكية، هم أحرار، لكنه لا يعبرون عن رأينا باليهود ولا عن رأينا بالحركة الصهيونية. يعني هذه كمان تتبع السياسة. نحن لا نتدخل بالسياسة، لكن نحن مقتنعون تماما إن هؤلاء اليهود أجرموا بحق السيد المسيح والكنيسة.